اليوم نأخذكم إلى شمال المغرب إلى تونات على بعد حوالي 34 كيلو مترا من مدينة تونات. يوجد منتجع أبو عادل الجميل، ويعتبر منتجع أبو عادل وجهة سياحية متميزة بالإقليم بالنظر إلى مؤهلاته الطبيعية الخلابة ومخزونه المائي والمياه العذبة الباردة المتدفقة من جباله. خلال الصيف تسجل المنطقة انتعاشا اقتصاديا ملحوظا، حيث يعرف المنبع توافدا كبيرا للزوار طيلة أيام الأسبوع، مما يساهم في انتعاش الحركة التجارية والسياحية وازدهار الأنشطة الموازية للاصطياف. ويتيح هذا الفضاء للزوار فرصة الاستمتاع بجمالية النافورات الطبيعية إلى جانب الممر المؤدي إلى الشلال وأشجار التين والبرقوق المثمرة الوارفة الظلال، كما تتميز مياه أبو عادل بفوائد ومنافع صحية عديدة. فضلا عن ذلك، فالأطفال يجدون ضالتهم في ممارسة هوايتهم السباحة، وذلك بالمسبح الذي تم تجهيزه وإعادة هيكلته بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم تونات. إن منتجع أبو عادل قد أصبح يفرض نفسه كواحدة من الوجهات السياحية الجبلية المتميزة، حيث أضحى قبلة للزوار من مختلف المدن المغربية.